حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول عقود تربية البصرة والخمسة وعشرين ألف درجة وظيفية. اليوم من سينصفهم خلال الأيام المقبلة؟ هناك استياء شعبي كبير من قبل أصحاب الخمسة وعشرين ألف درجة وظيفية، اللي أي وعد لحد هذا اليوم ما نفذ لهم، بالتالي هم اليوم يطالبون بتنفيذ الوعود بالنسبة للحكومة المحلية وأيضا الحكومة المركزية. أخوي أنا مشاهدي راح أتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي راح يشاركني حديثه، اللي موجود وياي عبر سكايب، الأستاذ علي المحمد ممثل عقود تربية البصرة. حياك الله أستاذ علي. حياك الله ست، السلام عليكم. بالبداية أشكر قناتكم وأشكر كل الكادر، أيضا هو سباق من أجل نقل الصوت البصري ونقل الصورة الحقيقية لأبناء البصرة، وبخصوص من المعلمين والمدرسين والإداريين في محافظة البصرة. نعم أستاذ علي، هذا واجبنا أقل شيء اليوم ممكن نقدمه لكم كأبناء البصرة. اليوم عاصمة العراق الاقتصادية اليوم اللي تعاني من الكثير من الأمور، وخير دليل اليوم موضوع حلقتنا 25 ألف درجة وظيفية وعقود التربية، اليوم من سينصفهم برأيك؟ اليوم من راح ينصفكم؟ طبعا في بداية الأمر ولو تعطيني فقط فرصة قليلة لتوضيح الملف الـ 25 ألف. نعم، ملف الـ 25 ألف بعد استحصال موافقة وزارة التربية وأيضا وزارة المالية وأيضا بإصدار كتب تثبت بوجود هكذا ملف، وتم إرسال الكتب إلى ديوان محافظة البصرة وإلى مكتب محافظة البصرة بملف. اليوم قضية اكو جزئين لازم نتكلم بهن. الجزء الأول حسب الكتاب اللي تم تعميمه من وزارة التربية وأيضا وزارة المالية يشمل 10 آلاف، فقط 10 آلاف، من خلال تم إرسال الكتاب إلى ديوان محافظة البصرة. أيضا أصبحت واضحة من بعض النواب والمسؤولين في محافظة البصرة، العدد صار 25 ألف. هذا الـ 25 ألف اليوم أكو تخصيصات مالية موجودة في ديوان محافظة البصرة وفي مديرية تربية البصرة، وجود كتاب رسمي، اعتقد الكتاب موجود عندكم، ب 10 آلاف موجود لمحافظه كربلاء ومحافظه البصره. هذا التخصيص المالي موجود بسار. بعد وصول الكتاب الى محافظه البصره تدخلات المسؤولين. استاذ علي، الكتاب العام زميلنا المخرج عرض لنا على الشاشه، اشرح لنا على هذا الكتاب. هذا الكتاب طبعا صادر من وزارة محافظة كربلاء ومحافظة البصرة. نعم، بشمول 10 آلاف درجة وظيفية من المعلمين والمدرسين، تم شمولهم بالتعيينات ضمن قرار 130 اللي قرر رئيس مجلس الوزراء. من وصل الكتاب إلى، طبعا هو تركزون في الكتاب معنون إلى مكتب المحافظ وإلى مديرية تربية البصرة. حسب ما يقال حاليا أنه لا يوجد تخصيصات مالية ولا يوجد هكذا ملف في محافظة البصرة. الكتاب كلش واضح من وزارة المالية أنه وجود وظائف تعيينات ضمن قرار 130 في محافظة البصرة. زين، ليش نفوت هذا الكتاب يعني أستاذ علي؟ بصراحة نتكلم حتى نكون دقيقين ولا نظلم أحد. الكتاب اللي وصل إلى ديوان محافظة البصرة ب10 آلاف، اليوم احنا كمحافظة البصرة نمثل وجود 24 نائب في محافظة البصرة، تمام؟ اليوم اعتقد كل نائب يريد حصه من هذا، من هاي التعيينات. لهذا السبب اصبح ملف سياسي وليس. استاذ علي، هذا الكتاب هو لمحافظه كربلاء، بالتالي انتم ايضا مشمولين به؟ اي، مكتوب جوا، اذا تركزون بالمكتوب محافظه. نعم، البصره، مديريه تربيه البصره، 27 ألف مليار مكتوب جوا الى ديوان محافظه البصره وايضا مديريه تربيه البصره معنون. نعم، مكتوب حسب الجدول. نعم، المذكور. احنا يعني للتوضيح فقط يعني استاذ علي، احنا عندنا علم بالموضوع، لكن يعني حتى لا يطلع شخص يقول انه هاي الى تربيه البصره او عفوا الى تربيه كربلاء، فهو ايضا يخص تربيه البصره. نعم، تفضل. اكيد اكيد هو الكتاب اللي تم، هو اكيد هو نسختين، نسخه ذهبت الى محافظه كربلاء ونسخه ذهبت الى محافظه البصره. انقل اعاز الى مديريه تربيه البصره، واعتقد الهامش موجود، تمام؟ بس محافظة البصرة لم تاخذ اي اجراء، تتخذ اي اجراء بخصوص هذا الكتاب، هذا اولا. النقطة الثانية، شنو السبب استاذ علي؟ السبب انا السبب بسبب التدخلات، يعني اليوم جاي اقول، انا وضحت معلومة، عندنا 24 نائب وايضا مدراء الاقسام اللي موجودين في عموم البصرة،
اكيد يعرفون بالخريجين، يعرفون اصحاب الشهادات، الناس المتقدمه. تقديم على مكتب التشغيل اكثر من مسؤول قدم تعيينات، هذا الملف ب 10,000 اصبح 25,000 درجه وظيفيه، تمام؟ نعم. هنا صار الملف اكو 15,000 ليس لها بها تخصيص مالي، وايضا 10,000 بها تخصيص مالي. اكو تم التوجه بعض النواب وايضا النائب عدا عواد المحترم توجه الى الماليه وتم تضمين ال 15,000 ضمن قانون الامن الغذائي. صح ماكو كتاب، بس بعد التشاور، بعد الاتصالات، بعد اللقاءات والاستبدالة بين سيد طيف والنائب عدا عواد، تم استحصال موافقه ال 15. صح ما بها كتاب رسمي، ولكن بعد وجود الوعود الموجوده بتضمين هذه الاعداد لتشمل 25,000. احنا اليوم خلينا نتكلم، احنا اليوم ما نتكلم على 25,000، خلينا نتكلم على كتاب رسمي تضمن 10,000 العشرين اعتقد. اذا بي انصاف لاهالي البصره وبنات البصره وشباب البصره، العدد مو هين. اكو اليه، اكو لجنه مختصه، طبعا وزاره التربيه خولت بعض، اكو لجان خلتهم في مديريات التربيات، في خلت لجان، هاي اللجان هي مختصه على قرار 130، تقدر توصل الى حلول، تقدر توصل الى حلول. هي شنو الحلول برايك؟ الحلول بعض اكون صريح، بعض المسؤولين اللي موقف هذا الملف واللي صار هذا الملف قال اكو بعض المسؤول الاشخاص، ما نقول مسؤولين، بعض الاشخاص حاولوا، بعض الاشخاص يعني مثلا يبادلون تعيينات بمبالغ او فلوس. تمام. انا من هذه اللحظه الى سيد محافظ البصره، انا اليوم عندي بعض الحلول اللي راح اطرحها من خلال قناه طبعا كل الحب لقوه البصره. بعض الحلول، الحل الاول اذا كان هناك مبتزين كناس يعملون خلف الكواليس بضياع حقوق هذه الشريحه وسبب التعيينات، اتمنى تشكيل لجنه من النزاهه والرقابه بمحاسبه هذا الاشخاص من اجل معالجه الملف وحقوق هذه الشريحه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اليوم احنا اذا عندنا 10,000 اعتقد احنا موجوده، لو كل قضاء 1,200 توزع بشكل مناسب. الطريقه الثالثه للمحافظ بالذهاب الى محافظه ما عرفت، طبعا محافظه تبغى ملف بس كتابه مبحر، اذن حاليا اللي موجود مباشرات ولا يمتلكه. احنا شلون راح نصد بالسنوات السابقه؟ بغداد وكربلاء وبغداد، محافظه بغداد مبروك كلهم امر، وليس بعدين تم اصدار اوامر. نعم. يعني استاذ علي، اليوم انتم شريحه تعتبرون مظلومه في محافظه البصره، بالتالي اليوم المفروض على تربيه محافظه البصره بانصافكم، وايضا الحكومه المحليه بانصافكم، والمطالبه بتثبيتكم اسوه باقرانكم من العقود. احنا اكيد ما نفسخ حق اي عقد، واكيد اليوم الناس كلها حقها انه تثبت، لكن اليوم انتم شنو مصيركم؟ مصيركم لحد هذا اليوم مجهول. وعود كثيرة يعني أخذتوها قبل عملية الانتخابات، لكن لحد هذا اليوم ما نفذت هذه الوعود، بالتالي اليوم أنتم مصيركم مجهول، وطالبون بتثبيتكم أسوة بأقرانكم. اليوم أنتم هذا حقكم الشرعي، يعني هذا اليوم التثبيت والتعيين هو حق شرعي كفل الدستور المفروض، لكن إحنا دا نستغرب أو نتساءل شو السبب لحد هذا اليوم أنتم ما اثبتوا؟ ليش اليوم رغم الكتب الرسمية اليوم دا ينفون وجود يعني تخصيصات مالية، وأيضا موضوع الأمن الغذائي، ليش يوم البصرة ما بها موازنة كافية حتى يدرجوكم ضمن قانون الأمن الغذائي؟ ليش يوم خيرات البصرة وين دا تروح؟ بالتالي اليوم أكيد خيرات البصرة يعني وحدها كفيلة بتعيين شباب البصرة عاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل إلهم، يعني أو حتى مثلا ينطوهم قروض بديلة في حال أنه ماكو تعيينات. البصرة اليوم هي لو بغير يمكن دولة من دول العالم يتم استغلالها بشكل صحيح، يتم يعني اعمارها، يتم يمكن نشوف حتى شوارعها تكون من ذهب، لكن للاسف اليوم البصره ينقصها الكثير من الاشياء. هل هو سوء تخطيط ام سوء اداره؟ بالتالي اليوم
من سينصف البصرة ومن سينقذها من الدمار اللي حاليا تعيشه؟ لا تربية، لا تعليم، لا صحة، خدمات ماكو، بنية تحتية يوم بعد يوم مسيئة، لا أسوأ، لا ماء، لا كهرباء، وهذه هي الطامة الكبرى. وإحنا اليوم بعراق 2022، من سينصف أهالي البصرة ومن سيقدم لهم خدمات على مدى الأيام أو الأشهر أو السنوات المقبلة؟ بالتالي اليوم أهل يعني أبناء البصرة ما طالبين بشيء صعب، كل اللي يطالبوه هو حقوقهم، حقوقهم الشرعية هي بتوفير الخدمات، توفير الصحة، توفير التعليم، توفير فرص عمل وتعيينات. يعني يوم شنو مصير هاي الشباب اليوم العاطلة عن العمل؟ أكيد بالتالي وراهم عوائل. اليوم هاي الشباب اليوم عندهم مسؤوليات. نعم، أحب أنوه للسادة المشاهدين أنه أرقام الاتصالات راح تكون مفتوحة اللي يحب يشارك من خلال البرنامج، وعلى خدمة التليجرام أيضا زميلنا المخرج عرض لنا الأرقام أسفل الشاشة. نعم، نشوف اليوم البصرة هي يمكن من أكثر المحافظات المنكوبة، واليوم البصرة خيراتها لغيرها. اليوم محافظات أو نواب المحافظات الجنوبية يدافعون عن المناطق الشمالية وتاركين محافظاتهم، يعني هو هذا اللي يخليك تستغرب من الموضوع. يعني اليوم أنا عندي خير وأكو ناس تسرق خيري، بالتالي اليوم هذا الخير يطالبون به لمثلا ناس أخرى. اليوم من ينصفني؟ اليوم مو بنت البصرة، لكن دمي محترق على هاي المحافظة. فعليه أنا يعني تبنيت موضوع البصرة، وكل فترة احنا نخصص أكثر من حلقة لطرح المشاكل والهموم بمحافظة البصرة. فاليوم احنا تبنينا أو يعني أخذنا موضوع اليوم العقود. نعم، أرجع ويا أستاذ علي. نعم، تفضل أستاذ علي، حياك الله مجددا. طبعا ست، بالنسبة لملف 25 أو الملف 10,000، نعم، هي كلها حقوق أبناء البصرة. طبعا أكو بعض الكتب الرسمية تثبت حقوق هذه الشريحة من المدرسين والمعلمين في محافظة البصرة، الكتب موجودة إن شاء الله. طبعا أكو كتاب حاليا من وزارة المالية، يعني خاطب أو يطالب محافظة البصرة وين هذه الأعداد؟ إذا ما شغلهم، إذا ما كانوا، رجع لي الفلوس. يعني هاي وصلت هنا مرحلة، وصلت هنا مرحلة أثبت أنه أكو كتاب، وأكو أيضا كتاب معنون إلى ديوان محافظة البصرة، مكتب المحافظ، يثبت به. حسب من وين هذا الكتاب أستاذ علي؟ والله الكتاب موجود حاليا في مكتب محافظة البصرة، الكتاب موجود. أعرف من وين جاي يعني الكتاب؟ الكتاب صادر من وزارة التربية إلى مكتب المحافظ، وايضا موجود لدى السيد المحافظ، موجود الكتاب، بس ما نعرف شنو الامور اللي جاي تعرقل هذا. اذا كان الملف شائك، اذا كان الملف عدم وضع اليه بوضع الاسماء، احنا ماكو مشكله، خلي اكو لجان مختصه، اكو تقديم اليه سريعه من اجل ضمان حقوق هذه الناس، فلابد ان نضع حل سريع. احنا التاخير مو مناسب، التاخير حاليا مو يضر الناس، ما ينفعها. اليوم البصره جاي يشوف المعاناه اللي جاي تواجه البصره، جاي يشوف الشباب العاطلين عن العمل، جاي يشوف الوضعيه. يعني وزاره الماليه بكل يعني بكل كتاب رسمي جاي تقول لك هذه الاسماء تريدهم او ما تريدهم. بهاي الصيغه، يعني بهاي الصيغه، اذا ما تريدهم رجع لي فلوسي، يعني ترجع لي اياهم. احنا ليش؟ احنا اليوم هذه الاسماء لو موجوده بغير المحافظات، والله العظيم اشوف الناس فرحانه، بس ليش من تجي الحقوق لابناء البصره لازم نتظاهر ولازم نطلع؟ وشنو كان رد يعني السيد المحافظ على هذا الكتاب اللي وصل له من قبل التربيه؟ الكتاب اللي بالبدايه حسب اول مظاهره اللي طلعت امام ديوان محافظه البصره، وطالبنا السيد المحافظ بهذه الكتب الرسميه، طبعا نزل وعمم بصمات الى الكادر التربوي وهم ال 25,000، قالوا ما اكو اي كتاب، وتم نفي الخبر ونفي كل كتاب منفي. تمام، احنا سوينا نشرنا الكتاب اللي جاي من وزاره الماليه، وهن كتابين، الكتاب الاول اللي عندكم هسه اللي وضحته، والكتاب الثاني وزاره الماليه تطالب المديريه والمحافظه عن هذه الاعداد وين هي. هذا هنا اصبح اثبات واضح، اصبح اثبات واضح، لانه وجود تعيينات ووجود وظائف ووجود 10,000 درجه وظيفيه في ديوان محافظه البصره، وايضا وجود 27 مليار وهي مستحقات 21
احنا اذا نجي بال 21 27 مليار، واذا نجي للسنه 21 سنه 22 ما يقارب 54 مليار، يعني هذول 54 ما سنتين. هاي وحده. هسه احنا خلينا نترك المبالغ، احنا اليوم المبالغ مو مهمه، احنا نريد اليوم تعيين، نريد ننقذ لا استاذ علي، هاي المبالغ مهمه، بالتالي اليوم ايضا انتم من حقكم يعني تسالون او تطرحون تساؤل انه هاي المبالغ وين بدها تروح؟ زين انا بس بدي اوصل رساله، انا اليوم بدي اوصل رساله، اذا اليوم هو كل معلم وكل مدرس وكل صاحب شهاده وحتى اللي ما ماخذ شهاده بسبب الظروف اللي عاشها بالايام السابقه او السنوات السابقه فعلا. احنا نريد نوصل رساله الى وزير التعليم او وزير التربيه وعلى كل شخص اختصاصه اليوم المعلم والمدرس وهذا. احنا اليوم اذا نشوف الخريج ونشوف المعلم ونشوف الكادر التربوي اذا ما يستحصل على حقوقه والا مظاهره والا تصعيد والا كذا كذا، اليوم احنا الكليات والمعاهد اما جاي نفتحها، المعاهد والاهليه اما جاي نفتحها، الكليات اما جاي نفتحها، اذا احنا جاي يتخرج يكض الشارع، اللي يتخرج يبيع كلينس، اللي يتخرج لازم يتظاهر على حقوقه، هو علي من اسد الكليات واسد المعاهد، اسدهم حتى بعد انتم نهيتوا الخريج، نهيتوا صاحب الشهاده، نهيتوا اللي عنده شهاده بكالوريوس والدبلوم والدكتوراه والماجستير، هو اللي تخرج غير حامل حال هاي الدول اللي يطلع اليوم يتخرج يلقى تعيين قدامه. بس احنا جاي نشوف ضياع حقوق البصره وضياع حقوق الخريجين يعني ما معقول اليوم انا اشوف خريج كاظ الشارع، نعم صاحب شهاده كاظ الشارع. علي انتم البيان يعني صادر من خلال تربيه البصره قريتوه شفتوه شو يتضمن؟ البيان؟ نعم البيان كلش واضح، ست احنا مو بعيدين، ترى احنا مو بعيدين، احنا صح مو اختصاص، صح احنا ممثلين نوصل صوت البصري، نوصل صوت المعلم، صوت المدرس، صوت الاداره، احنا ناس كمنسقين، كممثلين، نعم. تمام؟ نوصل هذا صح احنا لا مسؤولين، لا احنا النواب، لا احنا بالحكومه، لا بس احنا اليوم من عاشرنا الحكومه، عاشرنا النواب، عرفنا الاداريات، عرفنا القانونيات، عرفنا من نطلع ومين ننطب ونعرف شنو نوصل لحلول. تمام؟ هذه الحلول موجودة وكل الكتب موجودة، تمام؟ نعرف بالكبار ونعرف بالصغار، احنا مو جديد على هذا الموضوع، من 2019 ولهذه اللحظة اليوم، اعتقد إذا مسؤول نقعد على طاولة نقاش، وأنا طالب أيضاً سيد المحافظ وكل مسؤول، نقعد على طاولة النقاش، نضع الكتب الرسمية، نضع الآلية، نضع الحلول الجذرية، تمام؟ من أجل البصرة، احنا اليوم ويا البصرة، مو ضد البصرة، بالعكس. احنا اليوم نريد نبني البصره، انا اليوم انا طالب بالخريج، نعم. وطالب بالشهاده وطالب بالتعيين، بالعكس من اجل التطور ومن اجل انقاذ التعليم، من اجل انقاذ هذه الشريحه اللي هو التعليم. شنو هو غير نقبه اللي هو وصل المحامي، وصل المسؤول، وصل النائب، وصل المهندس، وصل الدكتور، ومن اللي وصلهم غير المدرس والمعلم؟ ما حد يقدر ينكر فضل المعلم اللي هو يعني يبني الاجيال، اجيال المستقبل اللي ممكن تخدم البلد، بالتالي اليوم اكو مدارس بها نقص يعني كوادر تدريسيه، زين ليش ما يعني يتم مثلا تعيينكم او مثلا تثبيتكم اذا كنتوا عقود؟ يعني المحافظ ذكر لكم انه ماكو شيء اسمه تعيينات؟ بالبدايه سيد المحافظ قال بالنسبه للملف ما موجود، الكتاب وزاره الماليه اللي يعني الكتاب هو مجرد خدعه او الملف؟ لا لا مو مجرد خدعه، لا بالعكس، هو 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 يوم هو منو مسؤول دائره الموازنه؟ دا مسؤول دائره الموازنه سي الطيف، والكل عرفه طيف سامي، تمام؟ والكتاب صادر من وزاره الماليه، وايضا مخاطبه وزاره الماليه في مديريه البصره تقول لهم وين هاي الاعداد؟ من اجى كتاب الى وزاره الى التربيه، محافظ نزل الكتاب ونزل بصمه الصوت، قال هذا الكتاب ما معنون الى ديوان محافظه البصره، هذا معنون الى مديريه تربيه البصره، تمام. الكتاب رايح نسخه من عنده الى مكتب المحافظ، مكتب المحافظ هو اليوم الجهه ايضا مسؤوله عن تابع لسيد المحافظ، هذا وحده. اثنين قسم الشؤون الماليه والاداريه، استاذ عيسى المحترم يعرف اكو مبالغ تخص ال 10,000، هاي اثنين. النقطه الثالثه والمهمه، الكتاب المعنون الى مكتب المحافظ ومن وزاره التربيه موجود على السيد المحافظ، وموجود الى مكتب المحافظ، وموجود ايضا عندنا موجود. احنا بصراحه هذا الكتاب ما نقدر نشره، حتى اكون صادق وياكم، هذا الكتاب ما نقدر نشره، نشرنا اكثر من كتاب وتمنا في الخبر. احنا هاي عندنا ورقتنا الرابحه، احنا نعتبرها هذا الفوز او النصر،
هذا الكتاب من نقعد ويا سيد المحافظ وعلى طاولة النقاش وجميع النواب إذا كانوا موجودين أكيد راح نخلي الحلول الجذرية ونخلي الحلول اللي توصل هذه الناس إلى بر الأمان. تمام، إذا كان الكتاب أنا هم أجي وياك ست، إذا كان الكتاب خلينا نقول مفبرك أو كان تزوير أو كان مو صحيح ماكو مشكلة، أكو لجان مختصة تقدر تأخذ هذا الكتاب إلى وزارة المالية وإلى وزارة التربية وتجلب من عندهم صحة الصدور. زين، صحة الصدور تثبت أنه هذه الأعداد موجودة أو ما موجودة. اليوم إذا ما موجودة شلون أكو مبالغ في ديوان محافظة البصرة؟ شلون موجود مبالغ وبالأمانات في المصرف؟ شلون موجودة هاي الفلوس؟ من إجت؟ يعني برأيك أكو أعداد وهمية بالموضوع؟ ست أنا كاليوم كمل السوق وأعوذ بالله من كلمة أنا، هاي الناس وهذه والناس المسؤولة عن هذا الاختصاص إذا كان اعترافهم على الملف شلون اجت الأسماء وشلون راحت الأسماء وشلون كذا ماكو مشكلة، احنا جاي نوجه لهم رسالة، احنا كمنسقين ما لنا أي دور، احنا فقط ننقل الصوت، صوت المعلم والمدرس. زين انتم يعني شلون اجاكم الطلب يعني بالنسبة للتعيين شلون قدمتوا؟ ست تقديم اكو لجان اختصت، تعرفين اليوم كل المحافظات العراق، كل الحب والتقدير لجميع المحافظات، والف مبروك لهم طبعا بعد تم اطلاق الفروقات لهم. وبالنسبه كتاب ان شاء الله يوم الاثنين تشوفين البصره ربي يوفقك، احنا عايزين اكيد مشمولين وجاي منتظرين حاليا ننتظر وزاره التربيه بتعميم كتاب الى وزاره التربيه من اجل التعاقد وفق قرار 2015، وايضا عندنا قرار 2015 على المحافظه جاي نطالب ايضا سيد محافظ بتصرف بالتعاقد وايضا صرف مستحقات 20 اللي كلهم 30,000، هاي وحده. احنا خلينا نختص اليوم نختص بالملف 25,000. يعني استاذ علي من خلال يعني كلامك اللي يعني احنا افتهمناه انه انتم كلكم اعداد رسميه واعداد يعني ما عندكم مانع اذا يعني طالبوا بصحه الصدور، بالتالي اليوم انتم ما عندكم اي مشكله واوراقكم كلها رسميه وقدمتوا بشكل رسمي، لكن اليوم الحجج بالتخصيصات الماليه والعتب واللوم دائما يروح على وزاره الماليه، وزاره الماليه ترمي الكره بسله الجهه المعنيه، بالتالي اليوم المتضرر هو التربوي، التربوي اليوم المفروض يكون الى احترامه، المفروض يكون الى تقديره، اليوم اكو نقص بالمستشفيات بالنسبه للكوادر التربويه. ليش احنا اليوم ما نستعين بهاي الخبرات والكفاءات؟ اليوم علي هو ممثل عن عقود تربية البصرة، بالتالي اليوم اكو المئات بل الالاف، اليوم اكو خريجين جدد يتخرجون، ذولا شنو مصيرهم؟ يعني يوم اذا ماكو تعيينات بمحافظة البصرة وعموم العراق يعني من الافضل انه يغلقون المدارس والجامعات والمعاهد. العالم دا تدفع فلوس يعني ببلاش دا تروح على الفاضي لان دا يتخرجون اولادهم، بالتالي ماكو فرص تعيين و فرص عمل. يعني للأسف أنه رئيس الحكومة المحلية ذكر علي أنه قال لهم هو خدعة. زين إذا خدعة اليوم هاي العالم شنو مصيرها اللي قاعدة تتأمل خير بالموضوع؟ نعم أرجعوا يا علي، علي شنو ردك يعني على الموضوع؟ اليوم أنتم كنتم متأملين خير حول هذا الملف، بالتالي اليوم أنتم خدعتوا، أنتم اليوم نضحك عليكم، شنو خطواتكم المقبلة اليوم؟ ست احنا ما نقول عليها خدعه بصراحه، نحن احنا اتكلم من هذا الشيء ست، هو مو شرط، هو صار اصبح ملف سياسي، ملف سياسي. اليوم الملف السياسي من ندخل به جميع الجهات وكل من تريد اعداد، هذا انتخب فلان وهذا انتخب فلان وهذا يتحصت فلان وهذا يتحصت فلان، اكيد هناك اكو بعض الجهات المعارضه، واكيد سيد المحافظ يعني ما نقول عليه متشتت، لا بالعكس هو يوم صاحب القرار، صاحب القرار في محافظة البصرة واكيد له قرار. تمام، احنا ما نقول خدعة، اليوم اذا كانت هناك خدعة لم تصل اموال الى محافظة البصرة. تمام، اذا كانت هناك خدعة في محافظة البصرة فلم تكن هناك خدعة في وزارة المالية. انا ارجع واقول يعني ست طيف سامي ما حد يعني مثلا مسؤولة الموازنة، يعني ما معقولة اليوم، هاي وحدة. اثنين، كتاب صادم وزارة المالية، كتاب صادم وزارة التربية، وكتاب صادر من مجلس الامانه العامه، فهاي كلها الكتب، ما معقول اليوم المسؤول الجامل
ما معقول انا جامل اجامل ناسي، انا اذا اكو ملف اقول اكو ملف، واذا ماكو ملف اقول ماكو ملف، ليش انا اودي ناسي الى الهاويه؟ ما اودي ناسي الى الهاويه، اكو ملف، اكو طاوله نقاش، اكو بعض الحلول الجذريه، ماكو مشكله نطلع على طاوله نقاش. طبعا هاي رساله للسيد المحافظ، اليوم كاحنا كمنسقين نطالب سيد المحافظ وكل الجهات المسؤوله طاوله نقاش. اليوم صوت المواطن، انا بصري اليوم بصري من حقي اقعد ويا المحافظ، اليوم انا اشوف جميع المحافظين وجميع المسؤولين يقعدوا ويا ناسهم، اتصالات ويا ناسهم، يعني انا محافظ البصره اتصل علي ما يرد، الناس تتصل علي يحضر الناس، طاوله نقاش ماكو، يعني اوكي شنو الحلول الجذريه راح نوصل لها؟ شنو الهجة؟ هاي اكيد راح تجبر الناس، تجبر الناس على الخروج، تجبر الناس على المظاهر. انا ما انا خلني اوصل رسائل، لا رحنا نحرق، بالعكس البصره بصرتنا، حتى لو كان ما بيها ماي، حتى لو ما كان بيها كهرباء، حتى لو ما كان بيها خير، حتى لو ما كان بيها منافذ، حتى لو ما كان بيها نفط، هاي بصرتنا، بصرتنا اللي عشنا بيها وعاشت بيها الناس وهاي الاطفال، ما نقدر نضحي بالبصره، ما نقدر نضحي باي شيء، بس احترموا هاي الناس، حبوا هاي الناس، انقذوا هاي الناس، مشوا هسه الملف ملف واضح، ملف واضح، يعني اذا كانت بيه هناك معرقلات قانونيه، كانت معرقلات اداريه، ماكو مشكله، طلعوا ويا الناس صارحوهم، قول لهم اكو حلول، اكو كذا، اكو كذا، اكو انت كذا. انت برايك يعني اكو معرقلات اليوم؟ انا قلت اكو معرقلات، مو ماكو معرقلات، بس يعني اتمنى يسمعها المتلقي، اتمنى يسمعها المسؤول. زين هاي المعرقلات يعني من جانبكم ام من جانب التربيه او الحكومه المحليه؟ ست انا حتى اكون منصف، انا حتى اكون منصف، من 2013 من 2013 لهذا اليوم ماكو شيء بالعراق ما يصير. خلي اسمع المسؤول. نعم. ماكو شيء ما يصير بالعراق، ماكو شيء. ليش؟ انا اعطيك دليل. الدليل شنو يصير؟ النفط، المنافذ، الماي، الكهرباء، الكل شيء هاي تخص البصره 90% ينطي للموازنه، فقط تريليون واحد او اثنين ينطي للعراق للبصره. وين هو الانصاف؟ وين هو القانون؟ هو لو قانون، لوكو قانون، ما يدري ان البصره احر 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 محافظه، ما يدري بالماء المالح اللي كتل الناس، واحد من عدد ضمنهم ابني اللي متمرض لحد الان، ما يدري بالكهرباء، ما يدري يعني بالناس ابن حضرتك اللي تمرض بسبب الماء؟ نعم؟ ابن حضرتك تمرض بسبب اليوم الماء الموجود بالبصره؟ والله لحد الان، لحد الان جسمه كله حساسيه من الماء، وديته للدكتور وحد ما معالجه انا، لحد ما معالجه. يعني ادوس يعني ابن المسؤول اليوم يشرب نفس المي اللي ابن حضرتك يشربه؟ لا لا، المسؤول يختلف، البونه مالته يختلف، التانكي مالته يختلف، يغسل يعني يستخدم نفس المي اللي انتم تستخدموه. ايه اليوم سيد المسؤول وعائلته. لا ما اتحدى هسه، اتحدى من رئيس مجلس وزراء، ولهي اللحظه اتحدى اذا يجي ساعه واحده يغتسل بماي مالح من البصره. اتمنى يجي يوم واحد يغتسل بماي البصره اللي كتل باطفالنا. اللي اقوله اليوم حقوق البصره، اذا كان هناك قانون واذا كانت هناك عداله، اذا كانت هناك، ليش البصره دائما مظلومه؟ ليش الخريج انا هاي خلي توصل رساله للمسؤول، كان سدوا المعاهد، سدوا الكليات، سدوا المدارس، سدوهن. انا اربي الطفل من عمره سنه، من عمره 6 سنوات لحد ما يكبر، اتعب عليه واذب كل شيء عنده وما عندي حتى يصبح مدرس. ثالثه يكب الشارع، تعال يطالب يطالب بتعيين، يطالب 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 بخريج. هاي رساله خلت توصل للعشائر، هاي النوب العشائر اللي جاي تروج، يقول لك والله انا ما اعطي بنتي لشخص اذا مو متخرج. انت تعطي متخرج هو كاب الشارع ابي اكلنس؟ نعم. اليوم الكل يشتغل والكل يعمل ضد هذا، ضد الخريج. ما يعرس الا عنده شهاده، ما يعطي تعيين الا متزوج، ما يعطي تعيين الا كذا كذا، ما في حاله. سد المعاهد، سد الكليات، خلي الطلاب، خلي هاي الناس تشتغل اشوف خبزتها، خلي تشتغل عمال. اشرف انه ما يتخرج اذب عمري ويطلع شيب براسي وانا ما محصل شيء من الدوله. نعم. زين علي، اليوم ليش ما يغلقون المعاهد والجامعات؟ اليوم اكو اجواد تتخرج سنويا، بالتالي اليوم اعداد الخريجين والكفاءات اليوم تزيد، بالتالي اليوم شنو ذنب عوائلهم اللي صرفوا وتعبوا عليهم؟
يعني العالم تخلي مثلا اولادها يدخلون مدارس وجامعات ومعاهد ويصرفون عليهم، ينتظرون حتى من يعني يكبرون انه يتعينون ويعني يعوضون المصاريف اللي صرفوها الاهل، او مثلا الشاب او الشابه يكونون نفسهم يشوفوا لهم مستقبل يبدون مشروع. الشاب اللي ما متزوج يفكر انه يتزوج، زين احنا اذا الخريج جاي ياخذ الشهاده يعلقها بالبيت، زين شلون بهيجي حاله واحنا الاعداد تزيد؟ يعني شنو مصير هاي اليوم الاعداد وشنو مصير الخريجين بالعراق؟ والله ست انا حتى اكون صريح وياك اكثر بعد، اكثر الشباب اللي هسه جاي تاخذ شهايد صح من اجل التعيين، بس قلت لك وجهت رساله الى شيوخ العشار. اليوم اغلب الطلبه اللي جاي دوم يقول لك انا اخذ شهاده للباكر ما يعطوني مره اذا ما عندي شهاده، ما اتزوج اذا ما عندي شهاده، هذا السبب الاول. السبب الثاني اليوم اعتقد اللي داوم كليه واللي داوم معاهد وداوم اعتقد من فراغه يقول لك انا اليوم ليش انا يعني اليوم وصل بنا الحال انه حتى يعني الزواج تدخل بموضوع الشهادات والثقافات؟ طبعا طبعا طبعا، ليش؟ هذا 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 اوصل رساله لشيوخ العشار، انت جاي تشوف ابنك، تشوف بنتك، تشوف الناس جاي تطالب، يا اخي اطلع وياهم، وصل صوتك صوت هاي الابناء، يعني انا مخليني كليات اهليه اللي تاخذ فلوس ما شاء الله، ما شاء الله، مدارس اهليه ما شاء الله، ادفتين، هنا اذا اكو كليات اهليه، واكو مدارس اهليه، هنا شنو دور الحكومه؟ شنو دور الكليات الحكوميه؟ شنو دور المدارس الحكوميه؟ ادفتين. هو نفس المدرس يدرس هنا ويدرس هنا، نفس المعلمه تدرس هنا وتدرس هنا، يعني هنا اذا تعطينا تفهمينها 20 طالب هناك تدرس لها 10 طلاب. ماك يعني شنو هالمستوى من التعليم وصل؟ شنو من التعليم وصل؟ وين يوصلون المدرس؟ وين يوصلون التعليم؟ اليوم هو شيء يرتبط بشيء، شيء يرتبط بشيء، يوم التعليم، يوم الصحه، يوم البلديه، يوم الماي، يوم ما ادري شنو، هو شيء يرتبط بشيء، كل وزاره ترتبط بوزاره. اليوم التعليم توصل المدرس، عفوا توصل الدكتور، توصل المدير، توصل هاي، تجي للصحه لا يوجد بها علاجات، تجي للماي ماي مالح، تجي للكهرباء ما شاء الله ننطل غيرنا، والبصره ظاله بالظل، يعني ما تعرف البصره وين تروح بيا هاويه ما نعرف. علي انتم يعني حاليا يعني اذا تدرسون بالمدارس لو عاطلين؟ حاليا لا، حاليا عطله موجوده. بس دوام اعتقد 25% اللي يوما بالاسبوع او ثلاث ايام بالاسبوع اللي يداومون الملاحظين يعني اذا بدا العام الدراسي انتم راح تداومون؟ اكيد 100% راح نداوم، 100% راح نداوم، وراح انا اقول لك احنا اليوم زين ليش بسوي خطوه الاضراب عن الدوام وتبقون تطالبون بحقوقكم؟ بهيك حاله راح يصير ضغط حكومي اكثر، او مثلا اكيد المدارس راح تتوقف عن العمل، يعني كيف الضغط اليوم الاكبر عليكم؟ سيد انا سيد خلنا نتكلمك على موضوع. انا حاليا كل المحافظات ومنسقيات العراق حاليا ننتظر كتاب من وزاره التربيه وتعميمه، عندنا محاضرين عارفين محاضرين القدامى، تمام؟ محاضرين القدامى وعمل بالنسبه لفروقاتهم تم تعميم هسه كل الكتب الى جميع المحافظات، وايضا راح يطلب التمويل من اجل صرف الفروقات. ننتظر حاليا كتاب من وزاره التربيه بتعميم كتاب الى جميع المحافظات من اجل التعاقد على قرار 315، وان شاء الله الاسبوع القادم راح نسعى بكل جهودنا من اجل استحصال هذه الكتب. هناك قضيه، نعم القضيه الاولى، عندنا قرار 315 اللي هم ضمن المحافظه في ضمن المحافظ ديوان محافظه البصره، وهو من صلاحيه المحافظ، تمام. اليوم هناك عدم استكمال قاعده البيانات، عدم تثبيت، عدم نقل قاعه البيانات الى وزاره الماليه او محكمه الاتحاديه من اجل تثبيتهم، تمام. هنا ايضا وجود فئه هي 30,000 لحد الان ديوان محافظه البصره، وجود ديون في ذمه المحافظه، عدم صرف مستحقاتهم الماليه 9 اشهر اللي هم في بسنه 20 لحد الان ماكو اموال، يقول لك فلوس ماكو، افتهم هاي كل الدوائر وكل شو اسمه، وجود ناس اصحاب الاختصاص واكو ناس منسقين جاي يطالبون بهذا الشيء، تمام. احنا اليوم البصره اللي يطلب يطلب، واللي ما متعين ما متعين، واللي ما اللي جاي طالب حقوقه، احنا نضل خلاص نضل احنا متمسكين بالشارع، نضل متمسكين خلاص، اطلع مظاهره اطلع مظاهره، احنا مظاهره مو صعبه علينا، بالعكس هي مو صعبه علينا، نطلع نطالب بحقوق كلفت دستور،
احنا نطلع احنا واعلامنا العراقيه نطلع احنا ولافتاتنا ومطالباتنا سلميه. بالعكس اللي يقول لك اليوم اذا سيد المحافظ اكو ناس، خلنا نوصل رسالتي الى سيد المحافظ، اذا اكو ناس موصلت لك كلام عن المنسقين، واذا اكو ناس موصلت لك كلام عن الممثلين انه وبعض الامور اللي وصلتك، اتمنى مقابله منك شخصيا، مقابله لتوضيح بعض الامور وبعض الكتب الرسميه تثبت ذلك. هاي اللي انا متاكد لهذا السبب انه محافظ البصره عدم التقاء بالممثلين. برايك شنو الامور يعني اللي وصل سيد المحافظ عنكم؟ سيد احنا اليوم حتى نكون صريحين، حتى لا واحد تحتسب علينا، التصعيد الاعلامي، المظاهرات، المطالبه، هذا الناب اليوم اللي طالب، اللي طالب بحقوق الفقراء واللي طالب بحقوق ابناء البصره اكيد دائما يكون مكروه ودائما ما حد يريده. هذا واقع اليوم. زين. ليش؟ هو عدم استجابه. اليوم من اطلع اطالب بحقي، واليوم من اطلع اطالب بحقوقي، مو يعني انا ضد مسؤول او ضد محافظتي، لا بالعكس، انا جاي اوصل صوتي حتى المسؤول يلتقي بي، حتى يشوف شنو معاناتي، شنو معانات عوالي، شنو هاي الشباب. فما معقول اليوم انا اشتغل ضد محافظتي، لا بالعكس، انا حتى هذه اللحظه ومستمر من اجل انهاض البصره. هسه المسؤول يريدني ما يريدني، انقل صوت من خلال القنوات، من خلال اذاعات، من خلال اي قناه، انا اوصل صوت البصري، اوصل صوت المظلوم، مو مشكله. حتى كان مسؤول اليوم مو وداي، هسه اليوم بالعكس هو المسؤول لازم يدعم هذه الطاقات الشبابيه، يقول لك جاي تشتغل لابناء البصره، خلنا ادعمها مو ماديا، لا معنويا، تعال اشتغل، شوف البصره شنو بيها، شنو بيها مشاكل، شنو الملفات الواقفه، تابعوا دوائركم، تابعوا كذا، حتى نوصل الى حلول وانقاذ البصره من الهاويه. نعم، زين، استاذ علي يعني نريد نعرف اليوم انتم كخطوات مقبله، شنو يعني ناويين انه تسووه كعقود تربيه محافظه البصره؟ عقود تربيه البصره بالنسبه ل 25,000 حد الان تم تحديد مظاهره يوم الثلاثاء ان شاء الله امام ديوان محافظة البصرة. نعم. من اجل المطالبة بجميع الحقوق. ايضا اكيد اوصل رسالتي الى كل الجمهور 25,000 يقول ماكو كتب رسمية، انا ابشركم اكو كتب رسمية راح تكون موجودة ويانا، اذا كان هناك طلب من المسؤول بكتب رسمية اكيد راح تكون موجودة، والكتب ايضا ما منشورة ما موجودة بالاعلام، اكيد راح تكون موجودة من خلال مظاهرتنا ومن خلال دعمنا لهذه المظاهرات، مظاهرات سلمية بحتة، مظاهرات من أجل الخريج، من أجل المعلم، من أجل المدرس، من أجل الإداري، ما تطلق خير خارج هذا النطاق. ليش؟ احنا مو نريد نضر البصرة ولا نريد نضر الخريج، أكيد اليوم المظاهرات اكو سلبية وإيجابية، بالعكس إذا مظاهرتها راح تكون إيجابية من أجل دعم هذا الملف، من أجل إمضاءه إلى بر الأمان. نعم. استاذ علي يعني في حال انه تظاهرتوا ايضا ماكو استجابه، اكيد عندكم خطوات تصعيديه او خطوات مقبله. برايك شو راح يتغير من خلال التظاهرات المقبله؟ والله مو شوف حتى اكون منصف وهاي الناس تسمعني، اذا لم يصلوا الى حل جذري ونهائي من قبل المسؤولين والنواب في محافظة البصره بخصوص هذا الملف، سوف يتم استرجاع جميع المبالغ الموجودة لهذا الملف إلى وزارة المالية. نعم. وهذا الأمر متروك، هذا الأمر متروك إلى 25,000 طبعاً. نعم. هم أصحاب القرار. زين، أستاذ علي اليوم شلون نشوف واقع التربية والتعليم بمحافظة البصرة؟ والله بالنسبة للتعليم، يعني أنا بالنسبة لي كمواطن، أحكي كمواطن يوم ما أحكي كممثل أو منسق. نعم. كمواطن يعني اي بصراحه التعليم جاي احنا من ناحيه مو فقط البصره، حتى اكون منصف مو بجميع بالبصره، اليوم الوضع اللي جاي نعيشه هو شنو سببه؟ سببه هو ترى التعليم، هذا الوضع اللي جاي نعيشه احنا سبب التعليم، احنا جاي نعيش كلها جاي تتطور، العراق بالتعليم جاي يرجع أسوأ 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 من ناحيه التعليم، تمام؟ من ناحية البنى التحتية، من ناحية المدارس، من ناحية عدم توزيع الطلبة بشكل صحيح، تأثير المدارس الأهلية على المدارس الحكومية، هذا أكيد مؤثر سلبي ويؤثر على الطلبة من هذه الناحية.
ليش؟ لان هو يذب المعلم يذب جهده على الحكومه الاهليه، والطالب ياخذ تسعينات وثمانينات، والواسطات طبعا تشتغل الواسطات لان هو دافع فلوس، ما معقول يرسبه، هذا شيء مستحيل. المعلم من يجي للحكومه الاهليه المدرسه الاهليه جاي تعبان ما له خلق ما يدرس، خذ قراره سطر سطرين قال له روح خلي اهلك يدرسونك. ادري اهله اذا يجي لعائلته، عائلته عنده ابوه عنده شغل، امه عندها شغل، يعني هذا انا ساءت زين. اذا كانوا الاهل اصلا اميين ما يقدرون يكتبون الطالب، شو يسوي بهيك حاله؟ هو 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 هنا المشكله، هنا المشكله ست. المشكله احنا جاي نواجه صعوبه. هنا مو هاللحظه، اكو بعض هسه، ما اقول الكل، الاغلب هو الاغلب، هو العلم هناك جاي يحارب المحاضر. نعم. الاغلب جاي يحارب الاداري بدوامه بدراسته بمحاضرينه، كلهم جاي يحاربون، يعني ما اعرف شنو، هل هو ماخذ حقوقه؟ ماخذ راتبه؟ ماخذ تخصيصه؟ محاربه يعني محارب دوامه بعطلته بجازته، كل شيء محارب، يعني المحاضر العقد يعني محارب من جميع هذا. اولا ثاني شيء المدرس لحد الان، المدرس اعتقد ما يمتلك قطعه ارض، ما يمتلك قطعه ارض. ليش؟ كل الوزارات استلمت، كل الوزارات ان كانوا عقود وان كانوا على الملاك الدائم، لحد الان البصره ما اخذت لها قطعه ارض. يعني مدرس لا تجازي بقطعه، لا تجازي براتب زين، لا تداري بجازه شهريه او سنويه، لا تداري يعني ادبتهم. هو المدرس شو يسوي مثلا؟ شو يصير؟ شو يصير بهذا الوقت الصعب؟ شو يصير؟ يعني اقل شيء هسه قطعه ارض، خلي شويه تعدل اموره حتى يستمر من اجل نقل الرساله بشكل صحيح، ايصال الرساله بشكل صحيح للطلبه بالتعليم لفهم الطالب. ترى اليوم مو فقط هو جاي يجي للدرس، الاجواء مو صحيحه، الاوضاعه مو صحيحه، الكادر مو صحيح، ما اعرف شلون جاي نعيش الوضع كله الصعب، جاي نعيش الوضع متعزم بشكل مو طبيعي في محافظه البصره. نعم الله يعينكم، يعني صراحه همومكم مشاكلكم اهالينا بالبصره كثيره، بالتالي احنا اليوم رغم يعني طرحنا العديد من المشاكل، لكن اللي لاحظه انه ماكو صوره حل، او مثلا يعني الوضع باقي مثل ما هو عليه، اغلبها اليوم حلول ترقيعيه، ماكو حلول جذريه. برايك ايش وقت ممكن تكون حلول جذريه فعليا بمحافظه البصره؟ والله ان شاء الله احنا كمنسقيات كناشطين الموجودين في محافظه البصره نسعى من اجل وضع حلول جذريه الى محافظه البصره. طبعا احنا نعمل من اجل البصره، من اجل انقاذ البصره، من كل شيء، تعليم، صحه، بلديه، ماء، كهرباء، كل شيء. تمام؟ اليوم كتعليم اكيد وجود منسقيات، وجود ممثلين، وجود روابط، جاي نسعى من اجل خدمه هذه الناس وخدمه البصره، من اجل نقل البصره بصوره صحيحه، نقل الصوره الجيده عن البصره، نقل الصوره الجيده عن التربيه، نقل صوره هذا جاي نسعى له ومستمرين ان شاء الله. بالنسبه لجميع الملفات، ملف ان كان المحاضرين، ان كان قرار 315 اللي يخص المحافظه، ان كان 25000، ان شاء الله من يوم غد ان شاء الله يوم الاحد سوف ننطلق بكل قوتنا الى مديريه تربيه البصره والى بغداد والى محافظه البصره من اجل وضع الحلول الجذريه والنهائيه من اجل انقاذ هذه الشرائح ووصول بهم الى بر الامان ان شاء الله. نعم، علي كلمه اخيره من حضرتك. الكلمه الاخيره انا اوجه رسالتي الى سيد المحافظ والى كل مسؤول. اليوم وجود ممثلين، الممثلين ليسوا مسؤولين وليسوا نواب، بل هم مواطنين من الشريحة التربوية، من الشريحة البصرية، من الشريحة العراقية، تنقل الصوت البصري. نعم. يعني نطلب من عندك لقاء واحد، هذا اللقاء أكيد راح يكون ويا سيد المحافظ، راح يحل الجميع وضع حلول الجذرية إلى هذه الشريحة ووضع كتب الرسمية. أكيد إذا كانت هناك نقاشات، إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية، إذا كانت سلبية أكيد راح نحل الموضوع، وإذا كانت إيجابية ننتظر فقط تهميش من السيد المحافظ، راح تمشي الأمور طبيعية ونذهب إلى بر الأمان بهذه الشريحة التربوية. نعم، إن شاء الله أستاذ علي رسالتك تكون واضحة وتوصل للجهات المعنية. أكيد يعني حق الرد مكفول لأي جهة أو شخصية ذكرت من خلال البرنامج، إحنا منبرنا حر وغايتنا إيصال صوت المواطن. هناك كثير من التساؤلات طرحها الأستاذ علي المحمداوي على
يعني الساده المسؤولين تحتاج اليوم الاجابه واكيد حق الرد مكفول. استاذ علي محمد ممثل عقود تربيه البصره، شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك يوميا، يعني اكيد نورتنا، تحياتنا لك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لقناتكم الموقره، شكرا جزيلا. نعم، الى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم غد ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتكم وتحيات كادر العمل جميعا، الى اللقاء.